السلام عليكم، معاكم محمود. من 6 أشهر تقريبا قلت لكم ان السعر العادل للروبل الروسي مش هو السعر اللي عليه حاليا، وانه عاجلا او اجلا الحكومه في روسيا هتدقلج سعر الصرف بتاع الروبل امام الدولار لحد ما يوصل للسعر العادل اللي قلت لكم من حوالي يمكن 6 شهور او اكتر شويه اقل شويه، ان هو لازم يكون 95 روبل في المتوسط، يعني ممكن يبقى 90 ممكن يبقى 102 103 حاجه زي كده. المهم هو حاليا السعر المتداول امام الدولار من البنك دلوقتي حاليا لسه مغير على سعر 91 شراء، يعني البيع هتلاقيه 86 او حاجه كده 87. المهم ده معناه ان احنا تقريبا قربنا للسعر العادل، ولكن مش ده موضوعنا النهارده او هو مرتبط بموضوعنا، بس ده تمهيد علشان اقول لك ان في موجه غلاء شويه هتلاقيها الصيف ده او الفتره دي، يمكن في ناس حسيتها بالفعل وفي ناس لسه ما حسيتش. يعني اوتوماتيك اما سعر الصرف بيتحرك هيتحرك معاه ايه؟ اسعار تذاكر الطيران، هيتحرك معاه اسعار الحاجات المستورده زي اسعار الهواتف المحموله. مثلا عايز تشتري سمارت فون جديد فهتلاقي سعر الحاجه مثلا كانت ب 88000 روبل، عايز تجيب ايفون ولا حاجه هتلاقيه بقى 97 96000 ولا 100000. ما هو بيضربوها بقى ايه شويه فوق كده زياده من عندهم، ولكن المنتجات الاساسيه هل هيفرق فيها التحريك ده؟ هيفرق بس بتاخد وقت شويه اطول، يعني الحاجات الالكترونيه الحاجات المستورده حتى لو عندهم في المخازن جوه ولكن السعر اتغير بيغير على طول السعر بيعليه. حتى لو راح تشتري من ازون ولا حاجه اونلاين تلاقي الاسعار كلها ايه راحت عليت كده ايه 5% او 10%. طيب دي اللي هي رد الفعل المباشر اللي حضرتك المفروض تحسه الايام دي، الحاجه اللي انت كنت مثلا عايز تشتريها وعمال تتفرج على اسعارها والرينج بتاعها في 10,000 روبل مثلا، فلقيت الحاجه دلوقتي دي ب 13 او ب 12,000 روبل، فالدنيا اتغيرت جزئيا. تعالوا نقعد في حته هنا نكمل كلامنا، خلينا في المقاعد المنفرده دي. اعتقد هكون اريح من القعده في مكان مزدحم او في ناس كتير. فموجه الغلاء دي الناس طبعا جربتها من اول الحرب لحد الان، يعني اهو احنا سنه ونص ولا سنه، قول سنه ونص، انا مش سنه ونص يعني اقل من كده، بس يعني في الفتره اللي فاتت دي ال 14 15 شهر شفنا موجتين غلاء ثلاثه حاجه زي كده. المره دي اعتقد يا رب تكون يعني الاخيره، لكن متوقع ان في نزله ثانيه اللي هو يعني الغلاء الجاي هيبقى المفروض بيقولوا مع دخله المدارس. يعني مثلا طبعا دخلت المدارس هنا في روسيا غير دخلت المدارس عندنا في الدول العربية. هنا في 1 سبتمبر بتبتدي الدراسة، ولكن الغلاء اللي هو مرتبط بالفترة دي بيبدأ مثلا على آخر سبتمبر على أكتوبر حاجة زي كده. مش عارف إيه السر فيها بالظبط ولكن كده، لكن إحنا عندنا مثلا في مدارس فتلاقي الملابس بتاعة المدارس غليت، الشنط، الحاجات المدرسية، حاجات كتيرة كده هي بتغلى مع دخول المدارس. مع ان زمان كانوا بيرخصوا بجد يعني عشان موسم وعشان رفقا بالاسر العربيه وفي المصريه مثلا على سبيل المثال في مصر، فكان حاجات كتيره بيتعمل عليها عروض لانها بتخلص بسرعه وتتباع بسرعه، فبيرخصوا علشان يبيعوا كتير في فتره موسم المدارس. مش عايزين الاسره اللي نزلت السوق ترجع وهي مش مجبوره الخاطر، فبيعملوا لهم تخفيضات عشان يشتروا بكل الفلوس اللي معاهم الحاجات اللي محتاجاها الطلبة أو ولادهم للمدارس. لكن هنا في روسيا في موجة غلاء بتحصل تقريبا يعني في آخر سبتمبر زي ما بقول لكم، ممكن في أول أكتوبر، ممكن تأخر لحد شهر 11 زي السنة اللي فاتت مثلا، لكن في موجة غلاء بتبقى ممكن مش مرتبطة أصلا بالمدارس، ولكن أهو في موجة غلاء تانية بعد الفترة اللي هي بتاعت شهر يوليو ده. يعني في ناس تقول لك طب انقلاب فاجنا ليه علاقه بموضوع تحرك الروبل؟ لا، تحرك الروبل ممسوك بايد حد في الدوله، واكيد الحد اللي في الدوله ده مش هيتلكك عشان فاجنر عشان يقلل السعر لانه قلله قبلها واحنا شفنا السعر ده قبل كده، يعني مش سعر جديد. في ناس تقول لك يعني ايه ده؟ يعني ممكن الروبل يجيب 130 قصاد الدولار زي ما كان اول الحرب اما فرقع كده؟ الفرقعه اللي حصلت وقت الحرب دي كانت اوت اوف كنترول.
وكان في ضغوط كتيره ومش عارفين العقوبات هتوصل لفين، وكانت كارثه. ان مصادره، انا هقوم بقى عشان اتحرك الهواء بدا يشد، ان في نص الاحتياطي الاجنبي الروسي في الخارج تم مصادرته، فطبعا ايه ده هز الموقف وخلاهم يسيبوا السعر يجري لل 130 روبل. ولكن اعتقد الان او من وجهه نظري المتواضعه ان الحركه اللي في الروبل دلوقتي لا اندر كنترول، بيحركوه 4 5 روبل كده ايه كل فتره، ممكن في الشهر كله يحركوه بس 5 روبل ينزل، المهم ينزل للسعر العادل اللي هو يخليهم مرتاحين في التعاملات. الاستغناء عن الدولار ده موضوع اتكلمت فيه قبل كده، ان ما ينفعش الاستغناء عن الدولار قبل مثلا 5 سنين ولا حاجه. في ناس يقول لك طب نرجع نستخدم المعادن الثمينه يعني الذهب والفضه، انت كده بتضحك على نفسك، لان لا زالت امريكا ماسكه العالم، وحتى روسيا والهند والصين احتياطياتهم، بالذات الصين احتياطياتهم من الدولار كبيره جدا، ما يقدروش يستغنوا عن الدولار وهم 3 ارباع احتياطي بتاعهم من الدولار. يقول لك احنا هنروح في داهيه ليه يعني؟ اضف الى ذلك ان تعاملاتهم مع امريكا بالذات الصين يعني بتبيع كتير قوي في امريكا، ده سوق الامريكي بالنسبه لهم ده احسن سوق، ما يقدروش يسيبوه وبيبيعوا فيه كتير. فبالاضافه للتحويلات اللي بتجي لهم من بره بالدولار، التحويلات اللي هي بتيجي مثلا ايه للشركات الصغيره ومتناهيه الصغر الامريكيه، اضف الى ذلك ان برضو التحويلات اللي بتيجي من دول العالم كلها بتبقى بالدولار، هيقولوا لهم لا مش عايزين دولار، هيدونا ذهب وفضه. طب حلو ماشي، خلينا ذهب وفضه بعد 5 سنين بقى في العملات ذهب وفضه. اليهود ممكن هزوا موقف الفضه زمان بتاعت الدوله العثمانيه وقللوا سعره، ممكن يعملوها تاني دلوقتي. دلوقتي اسهل، يخلي لك الذهب سعره قليل فتقوم تخسر، يخلي لك الفضه سعرها هيقل، يبقى يرطرط في السوق ينزلوا فضه بالهبل وبتاع، يقول لك لا لا عادي العمله دي ولا تسوى. فحضرتك للاسف مفيش حد مستعد يعمل الحركه اللي هي يخلي لك سله عملات زي الدولار، قصدي زي الذهب والفضه والبرونز، لان انت هتيجي تعاير الذهب هتعايره بايه؟ بالدولار. هتقول حته الذهب دي تساوي كده، العمله حاجه والسبيك حاجه، سبائك الذهب او المعدن الثمين او الفضه حاجه والعمله نفسها حاجه تانية، العمله محتاجه يعني تظبط حاجات كتير، هتغير النظام البنكي، النظام المصرفي، نظام التحويلات، نظام الاعتمادات، نظام التامينات، اللي زي التامين على البضائع والحاجات دي يبقى ازاي بالعمله الجديده. يعني العمله الجديده دي محتاجه حياه كامله، ويكون زي ما قلت لك ما تكونش جاي لوحدها، تبقى سله عملات، يبقى حاجه مثلا ذهب فضه برونز، يبقى الثلاثه كده مع بعض يتعايروا بسعر بعض، ده يعلى ده ينزل وبتاع، بس يبقوا مع بعض بحيث ان انت تطلع بره عباءه الدولار وتطمن الدول الثانيه ان هي تتخلص من الاحتياطي الدولاري بتاعها وتخش على العملات الجديده. ساعتها تبتدي بقى ايه الدول الكبرى لو تضررت من الموضوع ده، على فكره ده ممكن تخش لك الملعب بتاع المعادن الثمينه وتكسبك برضه، وتمسك رقبتك بنفس العمله اللي حضرتك عملتها، يعني ده لو هو عايزين يعني، او يخلي لك الذهب والفضه والبرونز سعرهم منخفض او بلا ثمن، يعني حاجات كتيره اجراءات ممكن تهد لك الخطه دي، بس لو عايز تعملها فعلا ما حدش هيقف قصادك لو اصريت انت او مجموعه دول يشتغلوا على العملات البديله اللي هو البلاتين والذهب والمش عارف ايه اللي هي بيبقى موجوده في استثمارات كتيره او صناديق استثمار كتيره. خلص كلامي، يا رب تكون فكره واضحه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير في حفظ الله، السلام عليكم.